يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوريكي. فيديو جديد مثل ما قلت لكم راح أسوي مع فيصل راجحي، بس هالمرة عن DJI Phantom طيارات هبة الموسم. DJI Phantom آخر واحدة نزلت حاليا غير اللي أعلنوا عنهم بCES 2015 هي الفانتوم فيجن 2 بلس، اسم طويل بس تسوى. هذه هي اللي موجودة معاي حاليا. الفروقات اللي تي عن DJI Phantom الفيجن اللي بدون بلس أن فيها جيمبال وفيها طبعا بلتين كاميرا نفس الثانية، بس فيها أهم شغلة وايد أنا صدمت لما عرفت إن هذيل مو ألعاب، هذيل صج تقدر تسوي فيهم بروفيشنال شوتس، تقدر تسوي فيهم شغلات كثيرة راح تشوفون إن شاء الله بالفيديو. بس DJI Phantom Vision 2 Plus بطاريته 5200 ملي أمبير، تعطيك تقريبا ثلث ساعة من طيران متواصل، تشحن تقريبا ساعة كواد مثل ما أنتم شايفين، أربع تشوبرز فيها هليكوبتر، والجيمبال هو اللي صراحة اللي يخلي كل شيء يتغير. أنت تقدر تطيرها بأي طريقة تبي، الكاميرا راح تتم ثابتة مثل ما هي. الكاميرا اللي عليها طبعا ما فيها البتريت العالي نفس الموجود بالجو برو، بس هم تعطيك 1080p، وايد تصويرها حلو، بس بالليل اغسل يدك انه يطلع شيء زين. الجي بي اس تراكينج شيء عجيب الصراحة. الجي بي اس تراكينج اللي عليها ان انت راح تطير الطيارة تعطيك الانديكيتر باللون الاخضر، راح يكون شابه هني، طبعا لازم الفيزيبيليتي يبين. هي راح تعطيك ارتفاع طبعا ماكسيموم 1000 قدم. الجي بي اس تراكينج مالها راح يخليها حتى لو هي تقاوم الهواء مثل ما عندنا الحين في هواء شوي، راح تخليها تتم بنفس المكان اللي هي بلشت فيه، فانت ما راح تحاتي اذا خلصت البطاريه مالتها او ان السيجنال مالها راح يقل، راح تحاتي ان هي راح تطيح مكان معين، مثلا اذا انت كنت قاعد تطيرها برا وشيء راح تطيح بعيد عنك، فعادي راح ترد المكان اللي انت فيه تقريبا بحوالي مترين مترين ونص عن المكان اللي انت بلشت فيه اساسا. فالجي بي اس تراكينج شيء عجيب الصراحه. طبعا الكاميرا اللي انت راح تشوفها منها راح يكون ترانسميتد فيا وايرلس على 2.4 2.5 جيجا هرتز، الكونكشن مالها على شاشه ايفون، شاشه جهاز اندرويد او تختار شاشات معينه حق الفانتوم. فالخطوط الحمر مو عبط عشان تبين لك وين هي من قدام وين هي من ورا، وعلشان تعرف ان ايه وين قاعد تروح. هي إيه عندها ريزيستنس مو طبيعي، راح تشوفون بالفيديو الحين ان حتى لو انت تسحب الكاميرا من مكانها راح ترد مكانها كأنها مربوطة، ان هي إيه تتم بالمكان مالها، حتى لو ترفعها وتنزلها راح تتم بالمكان ستدي من سبة الجيروسكوب والاكسلرومتر الموجود عليها والجي بي اس تراكينج فوقها. طبعا الكورس كلها هذه تقدر تسويها كسوفت وير، تشبك انت على الكمبيوتر عشان انت تسوي تحديثات حق السوفت وير مالها، والكونكشن مالها ما بين التليفون اللي قلت لكم عنه. فعندنا هنا اكثر من واحده كلهم طياير فيصل، لا اله الا الله ذكر والله. فيصل راجحي هوايته طبعا انه هو يعدل الدرونز، في عنده ثلاثه هني كاستم غير دي جي فانتوم اللي هو اوريدي مسوي عليهم تعديلات. هني مثل هذه مسوي عليها انه زايد البطاريه من يمين ويسار علشان يخليها تطير مده اكثر. ف ما كنت ادري صراحه ان تقدر انت تسوي حتى كذي حق ار سي بلينز، فشيء صراحه خيال. غير اللي موجودين الباجي اللي هم مسوي عليهم كاستم، هذه كواد مثل ما قلت لكم، بس عنده يمكن ثنتين منهم هكسجان، عندهم ست مراوح غير هذيك، فكلهم تقريبا هي عليهم جي بي اس تراكينج مثل ما قلت. تقدر انت تاخذ مثل دي جي فانتوم فيجن 2 بلس او تي جي فانتوم 2 فيجن او دي جي فانتوم 2 اللي انت تركب عليها كاميرتك الجو برو، واوت اوف ذا بوكس تصير اول ما تطلعها تحتاج انك انت تتعلم. طبعا مو لعبه، حد سعرها غالي، اذا انت ما انت عارف ايش قاعد تسوي يفضل تجي مكان مثل هذا انك انت تجي تتدرب وتجرب ايش قاعد تسوي. 10 دقائق ربع ساعه من ان تطيرها طيران متواصل راح تكون شويه عندك على الاقل خبره انك انت تطيرها. طبعا واحده من الشغلات الثانيه اللي انا ما ذكرت بالدي جي فانتوم، عامه اذا الريموت الكنترول مالها خلصت البطاريه مالتها ما راح تحاتي ان انت راح تفقد الكاميرا، راح ترجع من المكان اللي انت بلشت فيه عشان ما تحاتيها. اذا ضاعت الطياره ما كنت تقدر تشوفها من الشمس او بغض النظر اذا الفيزيبيليتي مالها كان في ضباب او شيء انت ما تقدر تشوفه، من تطفي الريموت راح ترجع لك هي، ما لازم تحاتي ان انت تدور عليها وهي بالهواء. واحده من مواصفات دي جي فانتوم فيجن 2 بلس هي الجيمبال اللي راكبه على البلتين كاميرا. شنو يعني جيمبال؟ الجيمبال اللي عليها هو 3 اكسس جيمبال، ان هي تخلي الكاميرا تتوازن من ناحيه ان تتم على نفس البرسبكتيف السبجكت اللي انت قاعد تصوره حتى لو الطياره تتحرك، فراح تتم على نفس المكان. طبعا الجيمبال راح يكون الكترونيك ميكانيكي، فوايد كاميرات الحين تقدر تركب عليهم جيمبال نفس الدي اس ال ار نفس الجو برو، بس الجيمبال بلتن على دي جي فانتوم شيء وايد زين. في دي جي فانتوم 2 ان شاء الله راح نشوف الحين ان فيصل مركب عليها هو جيمبال غير الجو برو اللي هو حاط عليها، غير البلتن اللي هي على دي جي فانتوم فيجن 2 بلس. بس الجيمبال شيء حلو صراحه، انه هو يخلي لك ستابلايزيشن حق الكاميرا حتى لو انت تتحرك هي راح تتم على نفس السبجكت انت قاعد تصوره، فما تحتاج يكون عندك يمكن الاكسبيرينس العالي اللي المفروض يكون عندك في حاله اذا هي ما فيها جيمبال عشان تصور صوره ستدي تكون من A to Z. فخلينا نشوف مع بعض شو نقدر احنا نسوي مع دي جي فانتوم.
فبالنهايه اي واحده تاخذ. وايد طياير فيه مثل ما شفتوا واستعرضناهم. البي دي هي دي جي فانتوم 2 اللي شفتونا شلون طيرناها، والفوتج اللي شفناه من الجو برو راح يكون منها هي. انا عن نفسي لما قعدت اليوم مع فصيله طيرناهم كلهم استانست اكثر شيء على هذه. صدقنا راح تكون اغلى لان انت راح تحتاج تشتري لها جو برو بروح، راح تشتري لها جيمبال بروح، راح تشتري لها شاشه حق الريموت بروح، وراح تشتري لها ترانسميتر حق الشاشه عشان يكون بروح. يعني بتطبق تقريبا بحدود 550-600 دينار، بس تسوى بالنهايه راح تسوى. يعني اذا انت بس راح تصور بس كذي رو فوتج وما عندك يمكن ذاك الزود مع الاديتنج، اقول لك اخذ الدي جي فانتوم الاول واحده كنت ماسكها بيدي، جي دي جي فانتوم 2 فيجن 2 بلس، يمكن هي راح تنفع لك لان هي فيها بلتن جيمبال، هي فيها بلتن كاميرا، فما راح تحتاج ان انت تسوي اكثر من كذي. بس لان انت بحد ذاته قاعد تركب جو برو هني بروحك تقدر تصور 4K 2K فول اتش دي، البتريت مالها وايد اعلى. ف انا افضل هذه صراحه دي جي فانتوم 2 العاديه، تقدر تركب عليها انت كل شغلك كاستمايزيشن انت بروحك وعيش حياتك. فجزاه الله خير فيصل راجحي وفر لنا كل هالطياير. خوش لعبه، لعبه غاليه، بس ديروا بالكم مثل ما قلت لكم اذا احد يبي يشتريها بيتعلم عليها انصحه يروح مكان يقدر يتعلم عليها في بروحه. وخوش شيء، تخيلوا انه من قبل سنتين ما كان عندنا اصلا هالميزه هذه، ما تقدر تصور بالفيو اللي انت تقدر تصور فيه الحين الطياره، اي واحد ممكن يروح انه يشتريها. وهم حطونا بالكومنت سكشن تبون نسوي اشياء زياده. انا فيصل راجحي، جزاكم الله خير على المتابعه. احمد بوعريكي، دي جي فانتوم 2. اوكي.